طيب احافظ على نفسي ازاي ان انا ما اخلعش ضرسي، ما اخلعش سنتي؟ يعني ايه اللي انا اقدر، يعني هنبتدي في البدايه بده، ايه اللي انا اقدر اعمله ما اوصلش المرحله دي؟ هو احنا نبتدي من البدايه خالص، ان احنا ممكن واحنا صغيرين او اعمارنا او اجيالنا ما كانش في وعي لطب الاسنان زي دلوقتي، فاحنا هنبتدي مع الاطفال اللي عندنا. الطفل من وهو رضيع بعد مثلا الوجبه الغذائيه بتاعته، الام المفروض انها تنضف له سنانه بقطنه مبلوله او بميه، لان اللبن اللي هو الصناعي او لبن الام هيكون ماده اللاكتوز الموجوده في اللبن ده بتعمل تسوسات، بتخلي البيئه اللي موجود فيها الفم بيئه حامضيه، البيئه الحامضيه دي هتسبب تسوسات للطفل وهو لسه صغير. اول مره طبيب اسنان يقول لي المعلومه دي، ما هو بجد المفروض انا بشكرك. ربنا يخليك يا فندم. هي المفروض ان احنا بنحافظ على اسنان اطفالنا وهم صغيرين، من وهم لسه مش عارفين يعملوا يعني حاجه. البيبي مامته تنضف له سنينه بالظبط بقطنه بميه. بالظبط، علشان اوكي ان انا اسيب ماده حامضيه زي اللاكتوز الموجود في اللبن او الحاجات اللي هي بتحطها له في الببرونه، ده هيسبب له تسوسات، هيعمل حموضه للفم، تاكل في المينا وهو صغير. تلاقي في اطفال لا سنانهم مسوسه، اصل هو مولود كده، ما فيش حاجه اسمها جينيه ان هو مولود كده. هي الفكره ان حضرتك ما بتهتميش بصحه اسنانه. المفروض الطفل وهو صغير لو ما بيستخدمش الفرشه، انا استخدم له الفرشه، انا اللي يعني اوجه ابني يعمل ايه، عشان يبقى بدل ما هي مثلا حاجه اجباري تبقى هابتس خلاص. او على الطفل الاقل حتى لو ظهرت اي تسوس مش هيكون بالدرجه المهوله اللي انا لازم اخلع له سنانه دلوقتي، بالظبط ويبقى شكله حتى بيبقى ألدغ في الكلام. ألدغ في الكلام، بيبقى حتى نفسيا بيبقى وحش جدا عليه. الاطفال اللي بتعاني من التسوسات ومثلا بتخاف تروح لدكتور السنان، بتلاقي حجمه ضئيل في جسمانيا لانه ما بيعرفش ياكل. فبالتالي لو انا رحت لدكتور سنان اعالجه او اعمل له سنانه ابتدى يعرف ياكل، هيبقى صحيا وجسديا هيبقى حاجه كويسه، مش زي مثلا الاطفال اللي بنشوفهم هتلاقيه رفيع جدا، اصل هو لا ما بياكلش عشان هو تعبان. طب نشوف المشكله فين؟ ما هو ممكن يكون مشكله في الاسنان او ممكن مشكله في المعده. طبعا عندنا بقى ان احنا نحافظ على اسنان اطفالنا، الاكل اللي احنا بنديه لاطفالنا ده يكون عباره عن ايه؟ دايما نبص للفايبرز فود، السلطات، الخضروات، الحاجات المسلوقه، الحاجات دي مهمه. لو طفلي مش هياخدها وهو يعني قابل ان انا اكل خضروات دي، كلنا ما بنكوناش بنحب الحاجات المسلوقه، طبعا اعملها له عصير، اعملها له بشكل يناسبه يحببه فيه عشان ياكله. انا بغذيه في الجسم وكمان بغذيه في الاسنان، يعني اديله الالبان بطرق مختلفه، اعمل له الوان، دي يعني ده شغل ست البيت فانا مش هقدر طبعا اتدخل فيه. طبعا بس التغذيه ده شيء اساسي للاسنان، يعني التغذيه سواء من البان، منتجات البان، اجبان، او ان هو يشرب باللبن حتى لو بالشوكولاته بس يغسل سنانه، دي بتحافظ على الاسنان. طيب حلو قوي، احنا حاولنا على قد ما نقدر طبعا نوضح الصوره، وان من انا ما الأطفال. اوصلش بالظبط لان انا اخلع ضرسي او سنتي. تمام، ان انا ما اوصلش ان انا اخلع ضرسي او سنتي، انا بتابع دكتور الاسنان بشكل دوري كل 6 شهور. ده احنا بعمل شباب بقى اهو دلوقتي. بالظبط، احنا مرحله الشباب، بشكل بكل 6 شهور بنعمل حاجه اسمها تنظيف وتلميع الاسنان من الجير. حلو. الجير دي حاجه بتترسب على الاسنان بسبب الكالسيوم الموجود في اللعاب اللي بتفرزه الغدد اللعابيه. فمع الوقت لو احنا ما بنعملش تنظيف جير او تلميع الاسنان، تبدا اللثه تلتهب او تنحصر، بيبدا يحصل مشاكل الاسنان انها تتحرك، فبالتالي ممكن نخلع السنه بدري. انا اسمع ان الجير لو فضلت سايباه موجود بالظبط هو سبب اساسي ان يخلي السنه تتخلع او تتلخلخ وتقع. تتخلع او تتلخلخ، وممكن كمان ان احنا نلجا للزراعه، او ممكن كمان ما نعرفش نزرع. ما لو سبت المشكله دي لفتره كبيره، العظم بعد ما السنه بتتخلع، العظم نفسه لو انا ما عوضتش حاجه في مكان السنه دي، العظم بيتاكل. اوكي فبوصل لمرحله ان انا بحتاج زراعه عظم خارجي مثلا اللي هو المصنع، او ان انا اخد جزء كبير من جسم الانسان مثلا علشان اعوض بيه العظم ده المفقود. فاحنا نحافظ ازاي؟ نستخدم الفرشه يوميا بانتظام، نبعد عن الاسيدز اللي موجوده في المواد المواد الغازيه، الاكل بتاعنا يكون بعيد عن السويتس، او لو هاكل سويتس مثلا اكلها مره واحده، ما اكلهاش مثلا كذا مرة، خصوصا ما يبقاش قبل اليوم. النوم. بالزبط. لو انا مش هغسل سناني صح؟ لو انا مش هغسل سناني قبل النوم ممكن اتمضمض. اي حاجة، المهم ان احنا نوقع أقلل اي حاجة في اسناننا. يس، اقلل الحموضة. طيب ندخل بقى في الجد، اللثة، مشاكل اللثة، الجام سمايل، حلولها ايه؟ الجام سمايل ليها كذا حل. الحل الاول، هل المشكلة في اللثة دي ان اللب نفسها لونج ولا شورت ليب؟
يعني في مثلا المشكله في عند الجام نفسها هي اللي عايزه تتقص عشان ابين السنان، السنان يعني اقص اللثه؟ نقص اللثه، وفي دلوقتي تقنيات بالليزر ما عادش في جراحه من غير الم، بقص اللثه بيحصل هيلينج خلال 48 ساعه كاني ما عملتش اي حاجه. يعني بقص اللثه بليزر؟ بليزر. مفيش وجع؟ مفيش وجع، مفيش اي مشاكل، مفيش وجع، مفيش نزيف، مفيش اي ولا نزيف ولا في اي حاجه بالظبط. بالنسبه للحل الثاني، هل لو المشكله لثويه في اللثه بس، في مشكله ثانيه بتبقى اللب نفسها شورت، فبالتالي ممكن نحتاج ان احنا نعمل قص للثه، وممكن نحتاج ان احنا نشتغل على فكره البوتوكس والفيلرز، ان احنا نخلي الماسل تون اللي موجوده هنا القويه دي نرخيها شويه عشان اللب. يعني حقن هنا بوتوكس عشان لما اضحك الشفايف ما تطلعش فوق قوي، ما تطلعش فوق فيبقى داريتها. بالظبط. ولكن دي حاله، دي حاله. والحاله الثانيه اللي هو تكون اللب مظبوطه بس الجم هي الانفليمد او زياده، تبقى حاجه اسمها الجنرالايز جنجفايتس مثلا، لو ما عرفتش اعالجها بالسكيلينج والبولشنج انا ممكن اعالجها بالليزر. حلو قوي. طيب لو في الغمقان يعني مثلا، طب دي معنى دي صوره ايه يا دكتور؟ دي صوره حاله المفروض انها تتعالج تقويميا، احنا بنتكلم كده دي تجميل. تقويم، دي حاله تقويم بس قوي. البيشنت نفسه ما بيحبش الانتظار او فتره التقويم بتكون طويله سنين ساعات. صح. فانا عايز حل مؤقت، فانا عملت حل مؤقت وبرده ليست روماتيك للبيشنت، عملت له فينيرز قدام في الاسنان الاماميه وعملت له برد زياده للاسنان اللي كانت داخله. ايه الفرق الجميل ده؟ يعني ايه الحلاوه دي؟ يعني عملت تعديل للبوزيشن بتاع السنان اللي كانت لفه وكانت محتاجه تقويم بطريق البرد الزياده، فاحتاجنا ان احنا نعمل علاج عصب للسنه لان احنا كنا بنلف السن عشان تظهر بالمظهر. يعني انا ممكن بدل اعمل تقويم اعمل تجميل بس ده ما بدل بنفضلهوش. طب وده كمان دي حاله برضو كانت تقويميه، برضو البيشنت رفضت انها تعمل تقويم براحتهم يعني. بالزبط. في ناس مش عايزه ده. هو انا بريكومند التقويم علشان كده انا عامل تقويم. التقويم نوع ايه مع حضرتك؟ يعني انا مش شايفه التقويم القديم. انا عامل تقويم سيراميك في اسناني علشان يبان ان هو يعني ما يبانش قوي ان انا عامل حاجه ميتال او تبان، لانه الميتال بيبان في الشكل، فانا كنت محتاج حاجه ما تبانش قوي. في برضه تقويم جديد دلوقتي بس ما بيتعملش لكل الحالات، بيبقى في حالات وحالات. تمام. التقويم اللي هو الشفاف تبقى حاجه زي النايت جارد بلاستيك كده، بنلبسها ونقلعها اثناء الاكل بنفضل لابسينها تخيل. طب حضرتك بتقول عمل تقويم، التقويمين اللي حضرتك عامله ايه؟ انا تقويم سيراميك. سيراميك اللي هو مش الشفاف. الشفاف ده حاجه ثانيه. يعني في بريسس بتتعمل بتتلبس وتتقلع، بتبقى عامله زي القالب كده شفاف نايت جارد. يس. بس دي مش شفافه؟ دي مش شفافه. أوكي. دي سيراميك. سيراميك. في نوع تاني اللي هو الميتال، ده العادي اللي معروف عند كل الناس. طب حلو يا جماعه، بيشجعنا كلنا الدكتور عمل تقويم اهو، يعني ممكن تنورين. احنا بنشجعه. طب اللي معانا على الصوره دي ايه يا دكتور؟ طيب دي ابتسامه كانت معموله هوليود سمايل قديمه باستخدام الحشوات التجميليه، فطبعا البيشنت بعد فتره الحشوات التجميليه بيغير لونها. بقيت بالجمال ده معقول؟ يس. فحبت انها تغيرها، غيرناها لها بعدسات برضو بنفس الكواليتي اللي عليها اللي حضرتك شايفاها دلوقتي، دي حاجه اسمها فينيرز. بردنا بس جزء ملي ونص من السنان من قدام وحطينا عليها الفينيرز. مش محتاج. طب بصراحه يعني البياض الناصع ده بتكون كده فعلا ولا ده صوره؟ لا ده البياض الناصع فعلا، هتشوفي فعلاً. كمان في الحاله دي برضو كانت تقويميه. طب نركز يا جماعه في الحاله دي كمان، انا بصراحه بلاقي كمان العربي اهو حلو قوي بيقدموا على اي دكتور بيعمل البياض الاوفر ده قوي. هما مش موضه مثلا ولا هما عندهم كونسبت انا عايز شوينج اوف ماي تيث، اللي هو انا ابقى ماشي كده اسناني ظاهره وان انا عاملها. اوكي. انا المريض لما بيجي لي بيقول لي انا عايز اجمل سناني، بشوف هو محتاج ايه في الاول. بقول له احسن طريق ممكن تجمل بيه سنانك التقويم، وبعد كده بعد ما نظبط سنانك نعمل تبييض علشان يبقى انا ما جيتش على الخلق الربانيه اللي ربنا عاملها. الضحكه مختلفه جدا يا دكتور، بتنور الوش بجد. طبعا بتغير شكل الانسان يعني. وعلى حسب الكالر بتاعت السكين تون بتاعت البيشنت نفسه. هو بيختار، انا بديله حريه الاختيار. في ساعات بيشنت يقول لي دكتور انا عايزك انت اللي تختار لي. ساعتها انا بختار الدرجه على لون السكين تون بتاعته، يعني ممكن احط درجه مش هوليوود سمايل على بشره غامقه هتبان هوليوود سمايل. فهمت. طيب ده ايه ده كمان بقى؟ دي كيس كانت عنده حاجه اسمها ديب بايت وعنده جنجفايتس على الاسنان اللور ما بيبانش. ده عدلنا له كل الاسنان، عملنا له برد للاسنان، نظفناها، وعنده اصلا مشكله اللي هو حاجه اسمها دنتال فلوروزس، لانهم طبيعه البيئه اللي هو عايش فيها ان المايه جوفيه بيشربوا منها، ف بتعمل ضعف. طب بقى بالمنظر ده فعلا؟ يس.
دي اخر كيس عملتها الشهر ده تقريبا. ده دي اخر حاله مثلا؟ اه دي اخر حاله عملتها. حلوه جدا جدا جدا. ده زركون واختار لون طبيعي، هي بس هنا الاضاءه فاتحه شويه، اختار لون طبيعي وحطينا له اللون ده. هو كان بيقول انا مش عايز، انا عايز سنين شكلها حلو، مش عايز الناس تقول. طب مش عايز سنين. مش عايز يحسس الناس ان هي فيك. بالظبط. فاحنا بس انا بصراحه واحده من الناس لو عملت الهوليدي سمو هعملها فاتحه، يعني هعملها فاتحه جدا. حسب انت عايز ايه. انا بشوف انت محتاج ايه، بقول لك الشيت جايد قدامك اختار، عايز غامق هعمل لك غامق، عايز فاتح هعمل لك فاتح. اوكي. عايز انك تنور في الضلمه ما عنديش مشكله. حلو. كل دي حاجات احنا بننقي لون في الاخر. الفكره الشكل الابتسامه هنعمله ازاي؟ احنا دلوقتي الفينيرز، حضرتك سالتيني في الاول الفينيرز اللي هي الجديده. هي الفينيرز الجديده الجنريشن الجديد من الفينيرز القديمه بحاجه بسيطه جدا، ان انا ما باجيش جنب السنه. ان انا بعمل فينيرز على السنان من غير ما اشيل ملي. معقول؟ انا كل اللي بعمله كل اللي بعمله يا فندم ان انا بشيل، بس مش بشيل، بعمل قشط للسنه او خربشه بمواد. ببردها بس. ما ببردهاش. برضو. أنا بس بخربشها. طب دي ما تعملش الضب يا دكتور؟ ما هي اكوردنج للكيس. انا بسلكت الكيس بتاعتي ازاي؟ البيشنت هينفع معاه؟ افضل لي ان انا اعمل له حاجه لما يزهق منها يشيلها، سنانه الطبيعيه موجوده.